في الدقائق القادمة. الغاني يرفع الكرة، الكرة خطيرة، يا 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 يا. هدف سينمائي لخليفة الحمادي، هدف ولا أروع، واحد من أجمل أهداف دورينا خليفة الحمادي، والهدف الرائع يسجل أول أهدافه في دورينا بطريقة سينمائية، هدف ولا أروع. شوف الإعادة، يا سلام يا سلام يا الحمادي، يا سلام يا سلام عليك، تسلم رجليك يا الحمادي. أخرى لمصلحة الزعيم، هذه كرة عرضية من كاكو، الله يا رحيمي، قدم لا تعرف الرحمة، سفيان رحيمي يضع الكرة في المرمى بلمسة من كاكو، وصلت لسفيان، سفيان عالطاير، سفيان يضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الأول له في هذه المباراة، والهدف الثاني للزعيم ما بعد أن حاول بالتأكيد في انطلاقة محاولات خلص يحيى نادر في محاولة، نادر تسديدة، يا الله يا سلام، العين في أجمل حالاته، الزعيم في أفضل أوضاعه، الزعيم يضرب في الصميم بالهدف الثالث يا يحيى نادر، الله الله الله، نعم يحيى نادر بتسديدة نادرة يضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الثالث لفريق نادي العين، والهدف عطف الطرد خطير، وكرتابيا يا ولد علامي يا كرتابيا، جول جول علامي كرتابيا، ممتازة كرتابيا، يسجل هدف أول لشباب الأهلي. بص شوف الأهلي بيعمل إيه، بص شوف الكرتابيا بيواجه القدم، كان لازم يعمل كده، كان لازم يسدد كرتابيا يضع شباب الأهلي في المقدمة بهدف أول جميل، هدف أول جميل، واجه قدم، ركبة ركبة، كورة وحاجة روعة 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 خارج الملعب، كعب الكابتن، كعب الوصلاوي الكبير علي صالح، الله الله الله، بكعبه بكعبه علي يسجل لمصلحة فريق نادي الوصل، الوصل يتقدم الآن بالهدف الثاني عن طريق علي صالح.